حاطب ليل للدكتور عبد اللطيف البوني من صحيفة السوداني، وحملت هذه المرة عنوان الجيش الأخضر يبكي. يبتدر البولي زاويته بالقول الجمعة الماضية قدمت قناة سودانية 24 حلقة متميزة ومتفردة وفي غاية الأهمية لكونها جرس تنبيه مجلجل للموسم الزراعي الصيفي الذي بدأ يتسرب من بين أيدي العباد والبلاد. يضيف الكاتب لو كان هناك برلمان منتخب انتخابا ديمقراطيا كامل الدسم لما قام بالدور الرقابي وطرح القضية بطريقة التي طرحتها بها هذه القناة. فشكرا سوداني 24، فقد كنت في الموعد وعدت إلينا الثقة في الإعلام الذي أصبح حلقة مفقودة منذ بداية هذا الحراك الثوري المبارك وإلى يوم الناس هذا. يواصل الكاتب الحلقة كما ذكرناها أعلاه كانت عن عدم الالتفاف للموسم الزراعي الماثل مما يعرض البلاد لشر مستطير، لأن الزراعة كما هو معلوم هي عظم ظهر اقتصاد البلاد والزراعة مواقيت. يزيد الكاتب تم الإعداد للحلقة إعدادا ممتاز، وكان ضيفها الباشمهندس عمر يوسف مزارعا من القطاع المروي والسيد محمد الحسن بخيت مزارعا من القطاع المطري، مع مداخلات تليفونية من مزارعين آخرين. وقدمت الحلقة رويدة عبد الحفيظ المذيعة الشابة النجيضة، واستطاع الضيفان تقديم عرض حال للوضع الذي يجعل أي مسؤول أو أي حادب على هذه البلاد لن ينام في تلك الليلة خوفا من المجهول الذي بدأت تدخل فيه البلاد من عدم التحضير للموسم الماثل. يردف الكاتب الخطر والخوف يبدأ بعدم تحضير الأرض الذي كان ينبغي أن يكون قد تم في مارس أبريل نتيجة لعدم وجود الوقود الجازولي تحديدا حتى بسعر الموازي أو الأسود، وبعدم وجود المدخلات من تجاوى وأسلدة ومبيدات، وبعدم تجهيز القنوات في المناطق المروية، وبعدم إعلان سياسات التمويل من قبل البنوك خاصة البنك الزراعي وهو بنك الحكومة المناط به قيادة العملية، فضلا بأن سياسة الحظر والإغلاق بسبب جائحة الكورونا منعت المزارعين من القيام بمبادرات ذاتية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. يختم البوني زاويته بالقول وصلت الحلقة إلى خلاصة مفادها أنه يتوجب على لجنة إنفاذ الموسم الزراعي أن تخرج للملأ وتقول للناس ماذا يمكن أن تقدم لتدارك الأمر، وعليها أن تطمئن الجيش الأخضر إن كان لديها ما تقوله. هذه اللجنة عليها أن تفتح خشمها اليوم السبت قبل الأحد.